اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد التبريمة خطيرة واللي معتمدة عندي من التبريمات اللي تنحمق عليهم. تبريمة كتوحد اللون ديال الجسم، غادي ترجع الجسم ديالكم بحال الشمعة، ما كتخليش شي حاجة سميتها التصبغات، الأثر ديال الحبوب الزروقية اللي كتكون في الجسم، السواد اللي كيكون في الركابي في المرفقين في الإبطين، رجليكم إلا شادة فيهم الشمس أو عندكم فيهم شي لاطراس ديال الصندالة أو ديال الصباط، ما كتخليه حتى شي حاجة. تبريمة غادي تشك شكرا عليها، من بعد ما غادي تجربوها الرائحة ديالها التبريمة ديك كتحمق، كتبقى في اللحم زوينة. تبريمة غتخلي لكم الجسم ديالكم كيشعل بالبيوضة، الوسخ ديال عام يعني كيطير كيتحيد، كتقضي على الجلد الميت، كذلك على يعني التصبغات، كل شيء البنات كل شيء كيتحيد. هاد التبريمة هذه جربوها وغتشوفوا النتيجة ديالك كيفاش دايرة. عرفتوا الوساخ راه كيتحيد بزاف، يعني الا ما كانش عندكم كاع الدراع الحكان والسوفل بلا ما ديروا هاد التبريمة، حتى تكونوا تحسوا براسكم مزيانين يعني قادرين تحكوا عاد باش غادي تجربوها. المهم غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات ديال التبريمة اللي صراحة زوينة بزاف وبغيتكم ضروري تجربوها ليا وقولوا لي النتيجة. هنا بالنسبه يعني للتبريمه، اول حاجه غادي نحتاجوها هي الشبه او الشب. الشبه البنات خطيره، ما كتخليش الجلد الميت، ما كتخليش الاوساخ، ما كتخليش الترهلات ديال الجسم، الاثر ديال الحبوب، كلشي كلشي البنات كلشي كيتحيد. الشبه زوينه بزاف في التبيض وكذلك في التفتيح، هي هذه الشبه او الشب، راه كتباع عند العطار وموجوده حتى في الدول العربيه، تباع عند العطار، يعني هذا حجر الشب، مفتح قوي للمناطق الداكنة، تعمل على التبيض وكذلك التفتيح ديال الجسم 10 درجات. غادي انا هنا عندي مطحونه الشبه كيف ما كتشوفوا معايا، مجداها يعني من قبل وكنبقى نستعملها هكا في الوصفات. بالنسبه للشبه كيف ما قلت لكم كتبيض وكذلك كتقضي على الترهلات ديال البطن، الا عندكم الخطوط او دوك التشققات ديال الحمل او الولاده راه ما تخليهمش الشبه، كذلك كتبيض، ما كتخليش الجسم اللون ديالو غير موحد، يعني كتوحد اللون ديال الجسم. غادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال الشبه مطحونه، تكون رقيقه مطحونه رقيقه يعني بودره ناعمه. غادي هنا نخلطو بالماء الساخن، الماء يكون ساخن جدا يعني يكون غليان، تنديرو هكا دير واحد يعني الكميه ديال الماء على حسب يعني التبريمه، نتوما غتشوفوا معايا على حسب يعني داكشي اللي غادي التبريمه، داكشي اللي غتقدك، المهم غديري انت زلافه بحال هكا غتقدك هكا الجسم ديالك كيف ما غادي تشوفوا معايا. فكنضيفو هنا شويه الماء وكنخلطو، تقريبا عندي هنا واحد ثلث كاس ديال الماء كنخلطوه على ديك الشبه، كنخلطوه مزيان باش كتذوب لينا. فاول مرحله اول مرحله هو اننا نضيفوا الماء على الشبه وكنخلطوها، علاش باش تذوب لينا كاول مرحله كتذوب، ومن بعد عاد غادي تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نضيفوا ليها. عندي اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو بذور الكتان او زريعه الكتان، رائعه البنات وما يمكنش ندير شي تبريمه وما نستعملش فيها زريعه الكتان، زوينه بزاف وكتصفي البنات اللحم، ما كتخليش الجسم فيه تصبغات او لا فيه شي حاجه، زوينه بزاف اللي هي هذه بذور الكتان، تاخذوها وتطحنوها وتستعملوها في هذه الوصفه هذه. فغادي نستعملو هنايا نتوما كي كتشوفوا معايا، غادي نستعمل هنا واحد جوج معالق كبار ديال بذور الكتان مطحونه بهذا الشكل. هذا هاد التبريمه فيها واحد المجموعه ديال المكونات، ولكن راه اش نقول لكم، الا لحمك حالته والجسم ديالك حالته ديري هاد التبريمه، غتدخلي للحمام تخرجي وحده اخرى، غتحكي تخرجي وحده اخرى، الجسم ديالك هذاك الشيء كيتحيد يعني ما كتبقى فيه حتى شي حاجه. هنا عندي الحمص، دقيق ديال الحمص، فانا هنا كنوريكم المكونات غير على حساب يعني اللي ما تيفهموش اللهجه ديالي يشوفوا المكون ويعرفوها شنو هو، لان مطحون ما باينش شنو هو. الحمص زوين بزاف، غنديروا ملعقه كبيره ديال الحمص نضيفوها على هاد المكونات هادو وغنخلطوا مزيان المكونات. هنا بالنسبه للماء راه كتبقاو تضيفوا شويه بشويه حتى الخليط غادي يولي لكم كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا في الفيديو. ضفت الحمص، وهنا عندي الروز البنات، هذا الروز مطحون بودره كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الروز ابيض
يعني الروز عادي اللي كنستعملوه مع الحليب، غادي نديرو منه ملعقة كبيرة. بالنسبة للروز، بالنسبة لزريعة الكتان، بالنسبة للحمص، هادو كاملين تيبيضوا لينا الجسم ديالنا وتعطيونا يعني التفتيح للجسم ديالنا. مزيانين بزاف هادو كاملين، مزيانين ما كيخليوش الجسم يعني فيه تصبغات او لا شاده فيه الشمس او لا اي مكان يعني في الجسم ديالك. هنا كنبقاو نضيفو شويه بشويه ديال الماء، شويه بشويه، وحنا كنخلطو. المهم الماء كتخلطوه بعينكم ميزانكم، كنخلطوه مزيان. من بعد ما غادي نخلطو هاد الخلطه مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نضيفو المكون اخر. هنا انا استعملت بزاف د المكونات صراحه، هما كنستعملهم انا في التبريمه. هو ممكن يعني تضيفوا شي مكون اخر الا كيعجبكم في التبريمه، ولكن هاد المكونات هادو بالذات انا صراحه كنستعملهم. راه ما نعاودش لكم التبريمه كيفاش دايره، غادي تعود واحد التبريمه اللي معتمده عندكم، ما تبقاش تخطاكم، تبقوا دائما كتستعملوها، يعني يمكنش لكم تحموا بلا هاد التبريمه هادي. هنا غادي نزيد الحنه، من احسن اللي تكون ديال طبيعيه. غادي نديرو جوج معالق كبار ونخلطو. وهنا كيف ما قلت لكم الماء راه على حسب الخليط، كتبقاو تضيفوا الماء حتى كيولي لكم داك الخليط ديال التبريمه، يعني ماشي ثقيل وماشي خفيف عاوتاني بزاف ما يشدش لكم في اللحم ديالكم. صافي غنخلطو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، كلشي يعني كنخلطوه مزيان. مهم البنات، انا اليوم غادي نحط لكم ان شاء الله واحد الوصفه ديال التجاعيد، زوينه بزاف اللي عندها التجاعيد او اللي بغات الوجه ديالها يولي مجبد ويولي صافي، وكذلك يولي يعني صافي بيض يعني تنقى. تشوف هذا الفيديو هذا، اما غنحط وراء هذه الوصفه او لا قبل هذه الوصفه، يعني على حسب. المهم دخلوا غادي تلقاوه ان شاء الله وشوفوا، غادي تستافدوا منه لانه وصفة من أروع الوصفات اللي كتحارب التجاعيد وكتجبد الوجه. هنا بعد ما خلطت ديك الوصفة غادي ناخدو الخل، أي نوعية ديال الخل عندك ماشي مشكل، يعني أي خل عندك في الدار في الكوزينة غادي تستعمليه. غادي نستعملو منه جوج معالق كبار. الخل كيصفي الجسم وكيحيد ليطاش 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 البنات ديال الحبوب ديال أي حاجة كيتحيدو، ديال الصندالة، ديال الصباط، عندك شي سيكاتريس في لحمك، أي حاجة كتحيد. وعندي هنايا الحامض، الخل درت جوج معالق كبار. بالنسبه للحامض غادي نستعملو نص ديال حامضه، يعني عصير نص حامضه، انتم كي كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخلطوا هاد التبريمه مزيان. ضروري البنات خلطوا مزيان وحضروه بالعقل، اي حاجه عطيتوها الخاطر كتجي زوينه. ومن بعد يعني ضروري تخليوها ترتاح، ضروري التبريمه كتبغي ترتاح بحال تخمر باش كتعطي داك المفعول ديالها، كتطلق مزيان وملي كتستعملوها كتعطي نتيجه زوينه. صافي غنخلط هاد المكونات هادو كاملين مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا نخلطوهم مزيان هكا باش يتخلطوا. والبنات اللي يعني محتاجه شي وصفه خليوا لي في التعليقات اي وصفه يعني بغيتوها للشعر، للجسم، التبييض، اي وصفه خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نشاركها معكم، فانا كنشوف التعاليق ديالكم. واي وصفه يعني بغيتوها مرحبا. هنا البنات انا غادي نزيد العرعار، عندي صراحه الريحه ديالو كتحمقني انا في التبريمه، زوين بزاف وكنستعملو يعني في اغلب التبريمات اللي كنستعمل كندير فيهم العرعار. هذا العرعار يابس مطحون، عرعار زوين صراحه في التبريمه. صافي غندير ملعقه كبيره ونخلط التبريمه مزيان حتى وكان المكونات كلهم ينسجموا لينا. صافي هذه هي التبريمه كي كتشوفوا معايا. انا غنزيد شويه الماء، فالماء هنا على حسب يعني الخليط كيف ما قلت لكم. تنخلطوا مزيان التبريمه وضروري نخلوها كيف ما قلت لكم ترتاح المده ماشي بزاف، يعني تخليوها واحد ساعه هاد المكانه، دخلوها في شي بلاستيكه او لا كنتو مستعملنا في شي سوبيره هكا سدو عليها وخليوها تخمر مزيان باش دوك المكونات كاملين تيطلقوا فيما بعضياتهم يعني كيتخمروا
والتبريمه ملي كتبقى بحال هكا كديروها الطريقه وكتستعملوها راه كتعطي واحد النتيجه زوينه يعني في التبييض. صافي انتم كي كتشوفوا معايا هذه هي التبريمه، كتخلطوها هكا ومن بعد غادي تخليوها ترتاح، وعاد باش غتستعملوها يعني مور ما ترتاح. مهم هاد التبريمه شنو كتبغي البنات؟ كتبغي غير الدوش يكون سخون، يعني الحمام يكون سخون مزيان، وتدخلي وتطبقيها على لحمك يعني على الجسم ديالك كامل باستثناء الوجه فقط، يعني من العنق ديالك رجيلاتك، وخليها واحد المده ديال نص ساعه. غتقولوا لي كاين البرد، متفقه معاكم كاين البرد، ولكن علاش قلت لكم الحمام يكون سخون؟ باش ما تحسوش بالبرد. غادي ديروها وتخليوها، راه كل ما خليتوها كل ما اللحم ديالكم كيخرج كيشعل، الجلد الميت، الاثار ديال الحبوب، التصبغات، اي حاجه عندك في لحمك كتحيد، الزروقيه اللي كتكون في الركابي، في المرفقين، تحت الابطين، يعني في اي منطقه ما كتبقاش ديروها. غترحموا لي عليها الوالدين، واللي عروسه اللي عندها شي مناسبه غتجرب هذه الوصفه هذه وغادي تشكرني عليها. صافي الوصفه من بعد ما كديروها كيف ما قلت لكم تطبقوها على لحمكم كامل، يعني كتدخلي للدوش كتخوي عليك الماء وكديريها، كتخلي نص ساعه وكتشلي، يعني هذه كديريها في الاول كتشلي بالماء وكتحكي وكتشوفي الوسخ اللي كيتحيد والجلد الميت اللي كيطير بحال لا عمرك ما حكيتي، كاع لحمك راه عرفتو الوسخ كيبقى كيتحيد كيتفرتت، حتى اللحم ديالكم كيولي كيشعل بالبيوطه. المهم جربوها وبالصحه والراحه، وتبريمة ديروها يعني وقت ما بغيتو. وتنقول لكم بصحتكم وراحتكم، اللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا خليوها في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وتنقول لكم لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، في امان الله.